جملة كلنا بنسمعها دايما وعارفينها، اسمها شر البلية ما يضحك. ليه الجملة دي حابين نبدأ بيها مع حضراتكم النهاردة؟ بقالنا فترة بنرصد حالات الغش التجاري، وبنشوف ان دايما صاحب فكرة المشروع اللي بيغش او اللي بينصب او الكلام ده كله بيبقى متستر، يعني بيفتح مصنع في مكان مش معروف، بيحاول المعلومات كلها تكون يعني مش متداولة عنه، محدش يعرف عنه اي حاجة. لكن النهاردة الواقع مختلف، عشان كده بادئين الموضوع مع حضراتكم بجملة شر البلية ما يضحك. لان احنا في الحالة اللي معانا النهاردة واحد قرر ان هو يعلن للناس كلها، انا يا جماعة هغش، انا يا جماعة نازل بمنتجات هي مش تابعة للشركة الاصلية، لكن انا بقول لكم ان انا هاخد اسم العلامة التجارية الفلانية والعلامة التجارية الفلانية وهقدم لكم منتج كويس، منتج باسعار اقل، ما تقلقوش، هو مش الحقيقي ومش الاصلي، لكن انا بقدر الظروف وبالتالي هعمل منتج مش الاصلي ولكن بمواصفات كويسة وممكن الناس تاكله. فطبعا كان لازم نقف مع الكلام اللي احنا شايفينه مع حضراتكم على الشاشة، ده هو ده شكل المصنع وده الكلام اللي اتكتب. وعشان بقى يروج لنفسه عمل ايه؟ حاول ان هو ينشر الكلام ده على واحدة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي اللي ليها طبعا عدد كبير جدا من المتابعين على فيسبوك، وعلشان الناس بقى تبدأ ان هي تشتري منه البضائع بتاعته. يعني هو الراجل الصراحة زي ما بنقول كده كرييتيف جدا او مبتكر جدا او بيفكر برا الصندوق. يعني انا هغش وهعلن ان انا بغش وهسوق لنفسي على اكبر جروبات الفيسبوك، يعني لو في حد مش عارف هيعرف. فبالتالي كلام الصراحة غريب جدا ومش قادرين افهم هل ده هزار يعني ولا فعلا في ناس ممكن يكون تفكيرها واصل بيها للمرحلة اللي احنا شايفينها دي، اللي هو يعني متصالح مع نفسه ومتصالح مع التجاوزات والجريمة اللي هو بيعملها لدرجة ان هو يخرج ويعلن عنها بالشكل ده. ده اولا يعني بداية موضوعاتنا مع حضراتكم في موضوع الغش التجاري.